اجينا وقفنا بنفس الموقف اللي وقفناه من زمان، بس بهذا الموقف اللي بدنا نقاتل فيه بعضنا. أنا اخترت طريقي، طريق الكره، وكله بسببك أنت. وهلأ أنت اجيت وتحديتني ديب. طيب ماشي، أنا قبلانة واجه كل تحدياتك، وأنا جاهزة لحاربك بكل معاركك، ومنشوف مين اللي رح ينتصر. خلصتي حكي فاضي؟ بالتوفيق. في علامات ضرب حزام كتير واضحة على ظهر ديب. شو عم تعملي؟ اقعد هون يلا. هي جروح صغيرة بالنسبة لي وما نزعجتني أبداً. علاقتي فيهم قديمة كتير، حتى لو انجرحت أكتر ما حدا بيقدر يمنعني أنه صير أقوى وأغنى رجل بالعالم شو ما حاولوا يعملوا معي. حتى تعاطفك المزيف هاد أنا ماني بحاجة له أبداً. إذا هالجروح بالجسم أو بالعقل فهي كتير بتوجع لما بتلسعك. لا تغلطي وتجربي تفكري لأنك خدمتيني وحطيت الدواء على جرحي هلأ فأنا ممكن أرحمك. أنا ما بقى عندي ثقة بأي حدا وما رح أرحم حدا حتى أنتي. ديب أنت اللي فهمان غلط. أنا ما عم بعمل هذا الشي حبا فيك أبدا، أنا عم بعمله لأنك تأذيت كل هالقد بسببي أنا، وما بنيتي أني سبب الأذى لأي حدا أبدا. عالم غريب، بالأول بيأذي وبعدين بيعالج، بس دواكي أنت دوا مر كتير، فهمتي؟ انت ساويتني قوية كتير من جوا وما في شي قادر انه يزعجني بعد هلأ. اللي مكتوب بالقدر رح يصير، وانا جاهزة لكل شي. تصبح خير. لوين رايحة؟ ديب شو هاد؟ لك ديب شو صار لك؟ انت شو عم تعمل؟ ديب انتبه عم توجعني ايدي. هالشي ضروري هلأ؟ ايه طبعاً هالشي ضروري كتير. طيب بشوف شو رح أعمل. ها؟
أنا بتمنى أنه هلأ أروح يتدبر كل شيء لحالة، ولوقتها خليني أشوف شغلي. دي فهمني شو عم تعمل؟ شو عم أعمل؟ لما جبتي أبي لهون أنت رشيتي ملح على الجرح بإيديكي. حطي ملح، خلي الجروح تتأزم أكتر. بدعوتك لأبي على البيت أنت بتكوني خلاتي مشكلة كتير كبيرة لحالك يا أروهي، وأنت لازم تدفعي الثمن على هذا الشيء. أنت زدتي النار جواتي ورح تتحملي نتيجة هذا الشيء. أنت بتعرفي مين اللي جبتيه؟ جبتي بارود. وأنت بتعرفي شو اللي بيصير لما النار والبارود بيجتمعوا مع بعضهم؟ الانفجار. لهيك جهزي حالك للانفجارات، لأنه هذا اللي رح يصير. كيا تأخر الوقت كتير، ليش لسه ما نمتي؟ وما أخذتي أدويتك؟ أنت لازم تاخديهن. خير أستاذ شبك؟ جروح. كيف انجرحت هيك؟ ومين يلي عمل هالشي؟ لا تقلقي علي واهتمي بحالك. أخذ الأدوية بوقت موضوع كتير مهم، وإلا جروحك ما بتتعافى، ماشي؟ أستاذ بعرف إنك مخبي شي عني. هي أروهي اللي عملت هيك معك، هي الوحيدة اللي فيها تأذي. بالأول هي أذت أبي وأذتني، وهلأ هي بدها تأذيك أنت كمان. ليش هي ما بتطلع برا حياتنا وبتريحنا؟ هي وحدة سيئة. لنقول مين السيئة ومين المنيح هو شي صعب كتير. أحياناً الناس اللي بيبينوا إنهم مناح بيطلعوا سيئين، وأحياناً هدول الناس اللي منكرههم بالحقيقة بيكونوا مناح. نحن بس لازم نكون منتبهين. خلي عيونك ودنيكي كمان مفتوحين، وهيك ما حدا رح يقدر يخونك. على كل حال نامي هلأ. أنت؟ أنا شو قلت لك من قبل؟ أنه تضلي منتبهة، وخصوصي من بعض الناس. كيف بتغلطي هيك غلطة؟ أنت ما فيك تستغلها لك هي مرة تانية. قلت لك هذا شيء من قبل، ما رح تساوي لك أي شيء بدك إياه وما رح تستغلها أنت. وأنا كمان صرت قايلك ومفهمك أكثر من مرة أنه لا تتدخلي بشغلي، فهماني؟ وينه أبوكي؟ أنا ما شفته من الصباح. ايه صح، تذكرت هو محجوز عندي. وين ما كان هو رح يكون بأمان. ديب انت لا تقلقي، انا بعرف انك هاي المرة ما رح تكوني ضدي ابدا. انت بدك تعملي اللي بدي اياه، لانه ابوك الغالي موجود عندي بالحفظ والصون. كيا انت روحي بسرعة وخدي الشنتاية. كيا خليكي هون واسمعيني. كيا استنيني بترجاكي. كيا انت سويتيني هدف لإلك، وانا عملتك هدف لإلي. انا دائما بأذيكي وبزعجك، وانت بتأذيني. هلا خلافنا ضد بعض رح يتصلح، بس ابوك الغالي هلا محجوز عندي وبين ايدي. لهيك انت بدك تعملي شو ما بدي غصب عنك ومو على كيفك، وما رح تتدخلي بشغلي، فهمتي علي؟ صدقني ما رح ارحمك. كيا
اليوم أنا عايشة بسبب هداك الشخص اللي أنقذني من الانفجار، وما قدرت أتشكره لأنه وقت اطلعت عليه كان راح وما لحقت أني أتشكره. ما تشكرته هنيك، بس بقدر أني أتشكره هون. شكراً كتير إلك، أنا بعرف أنه أنت الشخص اللي أنقذت لي حياتي. ما في داعي تتشكريني يا روحي، أصلاً أنا اللي لازم أشكرك لأنك أنقذتي حياة كتير ناس أبرياء اليوم، لهيك شكراً. كان واجبي أني أنقذك، وهلأ بما أنك رجعتي لهون بأمان ما بقى في حاجة لوجودي هون، فرح روح. وكمان انتبهي منيح، الخطر بكل مكان. امشي ترانك. شكراً للقدير إنه مرت ابني هلأ منيحة وبخير. كثير منيح إنه وصل لعندك بالوقت المناسب، وإلا أبصر شو كان صار معي. الناس الكذابين موجودين كثير بحياتك يا أروح. في ناس ما بيغيروا عاداتهم أبداً. نحن لازم نتعلم منهم فن المكر وخداع الناس وناخذ دروس عندهم. شو قصدك دي بتقول؟ إنه أنت اللي أنقذتني؟ أنت بتعرفي هذا الشيء، ليش عم تسألي؟ أنت بدك تقنعني إنه اللي بيقتل الناس رح ينقذني؟ أروهي، ما في فايدة من الحكي معه. أما أنت تذكر إنه أنا عم راقبك منيح ومقتنع إنك رح تعمل شيء خطير كثير، بس أنا متابعك بكل خطوة. بس أنا ما بوثق فيك أبداً، لهيك ما في داعي تعرف شو عم ساوي نهائياً. أنا كيف خفيت هيك؟ أيمت نمت؟ يا قدير، صار وقت نقل البضاعة، أنا لازم روح لهنيك بسرعة. أنا بعرف يا أروهي، ومتأكد إنه أنت السبب، لأنه ما حدا بيتجرأ يعمل هيك شي معي غيرك أنت وبس. أنت فهمت الموضوع؟ ما حدا بيقدر بالعالم يوقفك عند حدك غيري أنا وبس، وأنا ما رح خليك تنجح بهالعملية. أنا من اليوم رح صير العائق قدامك بكل خطوة، وما رح أسمح لك توصل لهدفك أبداً. افتحي ايدك بلطف اكتر، وقال رح اضطر اكسرها. انت شو مفكرة؟ مفكرة انك بتقدري توقفيني بهي السكينة؟ انت غلطان كتير بهذا الشيء. معك حق ديب، انا غلطت غلطة كانت كبيرة كتير. اكبر غلطة عملتها كانت إني دخلتك على حياتي. أنت على طول كنت تخوني وما تهتم بمشاعري. أنت سرقت لي وشي مني، وسرقت هويتي مني كمان. أنا كنت مفكرة أنك عم تعمل هالشي لمصلحتي، وكمان سرقت ابني مني. وأنا فكرت إنه اللي صار هو كان نصيبي بالحياة، وما بنسى، ما بنسى عيلتي اللي خربتها وفرقتها، وفكرتك ما بقى بتعمل شي أسوأ. بس لا، أنت دائماً بتلاقي طريقة لتخلي الأمور أسوأ من قبل. أنت وصلت لحدك، وحالياً ما ضل غير إنه تخون بلدك. أنا ما توقعتك تكون شخص بيخون بلده. أنت جنيتي لتحكي هيك؟ بكل السنين اللي كنتي فيها معي أنت شفتيني عملت أي شيء بضر البلد؟ اللي مستعد يخون أحبابه ومستعد يخون أي حدا، وهالشي مانو غريب عنك.
أنا بحياتي ما عملت هيك شيء أبداً، بس فكري لسواني بشكل منيح. معقولة أنا أعمل شيء يكون ضد مصلحة بلدي اللي بحبه؟ عم تعمل غلط كبير، ما رح تضل عايش، أنا رح نقتل وأنت كمان رح تموت. ما بتعرف الأستاذ ديب لسه؟ وأنت ما بتعرفني، أنا أبوه لأستاذك ديب، لهيك سوق السيارة وأنت ساكت وإلا بريميك منها. شكراً لروحي، أنت عملت شيء كتير منيح بأنك وقفتيه لديب، لو إنه ما وقفتيه كان مستحيل نعمل هالشي. أنت عم تقول هيك؟ أنت ما بينوثق فيك أبداً ديب، أنت شخص أناني وما بتحب غير حالك أبداً وما بتفكر غير بحالك، وإذا كمان كان لازم حدا يموت لتعيش مستحيل إنك تتردد. بالرغم من كل شي صار ديب، ليش ما فيني بعد عنك؟ تعرف ليش عملت هالشي؟ لأنه حبيتك من كل قلبي ديب، عن جد صدقني حبيتك كتير. أنت شايف قديش أنا كرهتك؟ حبيتك أكتر ما كرهتك بكتير، ولهيك مع أنه أنا بدي بعد عنك بس ما هم بقدر. عقلي كان دائما يقول لي انه اقتلك واخلص منك، بس قلبي كان يرفض لانه اسمك كان مكتوب بدقات قلبي من جوا، ما في غير اسمك بقلبي. ولهيك انا ضليت عم اتحمل عذابك كل الوقت، وتحملت كل جرائمك كمان. قلي ليش ما كنت تخليني بعد عنك ديب؟ ليش على طول بتجبرني اني ارجع لك رغم كل هالشغلات البشعه اللي عملتها معي؟ ليش هيك ما عم تسمح لي اني بعد عنك؟ جاوبني ديب، قلي ليش هيك؟ ليش ما عم تخليني ارجع حرة؟ يلا احكي، انا بحبك ديب. ألو ديب، أبوك سرق السيارة اللي فيها البضاعة. لا هالشي ما ممكن يصير، فهمت؟ أنت بدك تعرفي ليش أنا ما رح خليك تبعدي عني أبداً أو إنك ترجعي حرة. كل هذا الشي لأني بكرهك كتير، كل الكره الموجود بقلوب الناس لبعضها بالعالم أنا لسه بكرهك أكتر منه، وبحقد عليكي كمان. شي غريب كتير يا أروهي، أنا بكرهك من قلبي وبعبر عن هذا الشي بكل شي عم أعمله، بس أنت دائما وبكل مرة بتستغليني، وأنت بتقولي إنك بتحبيني وما بتقدري تبعدي عني نهائيا، بس دائما بتشكي فيني شو ما عملت. هالشك تبعك صار مثل العقاب، وبسببك عم تطلع مشاكل جديدة دائما وما إلى أي حل. أنت دائما بتحاولي تتدخلي بشغلي وبتحاولي تخربيه، ولسه عم تقولي إنك بتحبيني. أنت اللي عم تحكي؟ آه الحقيقة هي إنه من وقت ما دخلت على حياتي صارت المشاكل والوجع جزء أساسي من حياتي. أنت دائما كنت تخوني، بس أنا كل مرة كنت أعطيك فرصة ديب، ودائما أنت دائما كنت تغلط بحقي ديب، بس أنا اللي كنت أعطيك فرصة تانية. أساسا حتى وقت كان بدي بعد عنك أنت ما خليتني، وقفتني بحجة حبك المزيف اللي مثلك، وحضرتك ضليت عم تعذب فيني كل الوقت. أنت عم تقولي هيك يا أروهي؟ الحقيقة هي أنه أنت يلي حابستيني ومثبتيني ومفكرة أنك بهي الطريقة
بدك تقدري توقفي لديب؟ أنا ما عملت شي ديب. كل الشغلات اللي صارت كانت بسببك وبسبب أفعالك وبس. أنت مفكر إنه فيك تهرب من هون؟ لا أديب، طلعة من هون مانا سهلة أبداً. لحد هلأ رجليك كانوا مربوطين وبس، أما هلأ أنا رح أربط إيديك. هالخدعة اللي عملتيها منيحة، تعلمت هاي الخدعة منك. محاولتك هي منيحة، بس الظاهر انك نسياني لسه من ولدي اللي رح يقدر انه يربطني او يحبسني غير بإرادتي. بس فكيت ايدي وهلأ دور رجلي. تذكري شغلة واحدة، ما حدا بيقدر يوقفني قد ما حاول. ما حدا. وقف ديب. ديب ديب ترجاك وقف. ديب اسمعني، لا تعمل هالشي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.